طيب، إذن ماذا نستفيد نحن من هذه القصة؟ أولا نحن مسلمين، وهؤلاء الأنبياء الكرام هم أنبياؤنا، فأن نعرف قصصهم هذا أمر تعبدي. نحن نعبد الله عز وجل بمعرفة قصص هؤلاء الأنبياء الكرام. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هنالك تشابه في أحوال البشر. كيف كان رد قوم نوح عليه السلام عليه؟ كيف كان قوم هود عليه السلام؟ كيف كان رد قوم لوط عليه السلام؟ كيف كان رد قوم يونس عليه السلام؟ وهكذا. فسنجد هنا أن هؤلاء الأنبياء يتعاملون مع نوع من البشر، هنالك يعني طريقة معينة في التعامل مع هؤلاء، أيضا لأجل أن نفهم ما هي الطبيعة البشرية في هذا الإنسان. كذلك أن من بداية قصة سيدنا نوح عليه السلام سنجد أن هنالك تدافع في الأمر، يعني هنالك أناس يصرون على الكفر والرد العنيف والتهديد. وبعض العلماء يرون أن سيدنا نوح عليه السلام هو أول الأنبياء، ولكن طائفة من المحققين يرون أن أول الأنبياء هو آدم عليه السلام، ولكن آدم عليه السلام أرسل لأبنائه ولم يكن هنالك نوع من التحدي والصد والعتو والجبروت والتهديد والوعيد، لأن هؤلاء أبناؤه ووجدوا أنفسهم في هذه الأرض، فيتساءلون ما هي قصتنا؟ ما الذي حدث؟ فإذا لم يكن هنالك تحدي وكفر وما إلى ذلك. إذا هذا كان بداية من قصة سيدنا نوح عليه السلام. طبعا بعض العلماء يرون أن قبل نوح عليه السلام سيدنا إدريس، وهذه مسألة أيضا فيها خلاف طويل، هل كان نوح بعد آدم عليه السلام سيدنا نوح، أم كان قبل ذلك سيدنا إدريس، وهل سيدنا إدريس هو إلياس أم شخص آخر؟ أيضا هذا فيه تفاصيل وخلاف بين العلماء. كذلك من فوائد النظر في هذه القصص أن هؤلاء قدوة لنا. الله عز وجل يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذن سنقف مع هؤلاء الأنبياء أيضا، مع أخلاقهم، مع سلوكياتهم، مع حلمهم وصبرهم، فإذا هؤلاء قدوة لنا. كذلك التعامل مثلا في قصة سيدنا نوح، التعامل مع الزوجة الكافرة، التعامل مع الابن الكافر كيف يكون. كذلك طول دعوة سيدنا نوح عليه السلام امتدت هذا الامتداد الطويل، وأيضا تنويعه في أساليب الدعوة، وهذا إن شاء الله تعالى سنذكر طرفا منه إن شاء الله خلال حديثنا عن سيدنا نوح عليه السلام.